سلام الله عليكم، مرحبا بكم، معاكم ثائر الصالح. شو يا سلطي، مستعدين للإنجاز؟ مستعدين نكتب التاريخ؟ اكتب لنا يا رب على نية التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله فوز للسلطية. وبعد ما تكتب يا رب يا ريت تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. طبعا المباراة يا شباب حتكون منقولة عندي على القناة، حتلاقوا رابط موجود بصندوق الوصف، إن شاء الله حيشتغل الرابط الساعة 7:30 بكرة. استمتعوا في المباراة، فلا تغلب حالك ولا تدور، بإذن الله المباراة منقولة عندي على القناة. كل اللي عليك إنك انت تشرفني وتشترك في القناة وتنشر هذا الفيديو وفيديو بث المباراة لأصدقائك وأصحابك، حتى الكل يستمتع بمشاهدة نادي السلط. وطالما وصلك هذا الفيديو يا ريت تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر جرس وتضغط لايك للفيديو. بنرجع لكم بعد هالمونتاج الصغير. ملعب لهيب دوم شوتاته تصيب، فوزه يلمع بريقة، فوزه يلمع بريقة، ونشجع السلط الرهيب يقلب الملعب لهيب دوم شوتاته تصيب، فوزه يلمع بريقة، فوزه يلمع بريقة. يلا يلا تأهل نادي السلط وكيف تأهل نادي الكويت لهذا الدور. خلينا نبدأ مع نادي السلط، نادينا وممثلنا. طبعا تشجيعك لنادي السلط يعتبر واجب وطني، شو ما كان انتمائك المحلي، فيصلاوي، وحداتي، رمثاوي، مو مهم، ولكن الحين السلط هو ممثل الوطن، السلط هو اللي رافع رايتنا، السلط ان شاء الله هو اللي رافع راس نادي السلط. نادي بالرغم من انه حديث العهد على الدوري الاردني الا انه استطاع انه يفرض نفسه على كل اندية الدوري الاردني، صار رقم صعب في الدوري الاردني، هو الفريق الوحيد اللي لغاية الآن خسران خسارة واحدة بالدوري. هذا الإنجاز عجز عن تحقيقه نادي الفيصلي ونادي الوحدات. كيف تأهل نادي السلط لهذا الدور؟ نادي السلط تأهل لهذا الدور بعد احتلاله أفضل مركز ثاني في الدور الأول بمجموعة ضمت المحرق البحريني ومركز بلاط الفلسطيني والأنصار اللبناني. حقق الفوز على مركز بلاط الفلسطيني 5-0 وحقق الفوز على الأنصار اللبناني 2-1، خسر بصعوبة أمام المحرق البحريني 1-0. أما الكويت الكويتي احتل صدارة المجموعة اللي ضمت نادي الفيصلي ونادي تشرين السوري الأمعري الفلسطيني. يعني شو تطلعات نادي السلط لهاي المباراة؟ اولا نادي السلط عليه انه يتحدى الارهاق اللي موجود عنده في النادي. نادي السلط طلب تأجيل مباراته مع نادي الوحدات، طبعا اتحادنا شيء طبيعي معروف انه بوقف ضد الاندية مش مع الاندية، مع احترام الشديد للاتحاد الاردني. كان المفترض انه هاي المباراة تتأجل احتراما وتقديرا الانجاز اللي عم بيقوم فيه نادي السلط، زي ما نادي الوحدات على عينه وعلى راسه تأجل له 3 مباريات في الدوري لما لعب دوري ابطال اسيا، كان يحق لنادي السلط انه يتأجل مباراته مع نادي الوحدات حتى يكون في عملية استشفاء للعيبة، حتى يكون في راحة للعيبة، حتى يكون في عودة للمصابين، حتى يشاركوا بهذا الحدث المهم، هذا الحدث التاريخي بالنسبة لنادي السلط. فالسلط الحين اكبر تحدي له هو تحدي الارهاب. الجهاز الفني والاداري قام فيه اليوم هو تمرينات استشفائية، فحيث انه عملوا سباحة، اللاعبين صاروا يتدربوا على التمرينات الاستشفائية اللي هو السباحة في المي الباردة، الجلوس في السطول اللي فيها ثلج، يعني تدريبات استشفائية فقط لا غير، عكس التدريبات المدنية. لغاية الآن في شكوك على مشاركة اللاعب أحمد السريوة
ومحمد راتب الداود لسه ما تأكدت مشاركتهم بهاي المباراة 100%، لأنه تواجد أحمد سريو ومحمد راتب الداود بخط الوسط بصراحة راح يشكل عامل مهم لنادي الصل. أحمد سريوة من اللاعبين اللي بيساعدوا على فتح المساحات لوانجا، من اللاعبين اللي بيعطوا رؤية للملعب، يعني فيك تحكي ضابط التوازن في نادي الصلت في وسط صف الملعب هو اللاعب أحمد سريوة. تواجد أحمد سريوة راح يسهل المهم كتير على وانجا. طيب السؤال المهم الحين، كيف راح يلعب نادي الصلت قدام نادي الكويت؟ نادي الصلت المفترض بما أنه هاي مباراة واحدة مو مبارتين، وهذا الشيء يعتبر فيك تحكي قاسي على نادي الصلت، ولكن من مبدأ باب العدل الاتحاد الآسيوي اختار انه تقام المباراة بالكويت لعدة اسباب. اولها انه نادي الصلت استضاف مجموعته في دور المجموعات، فمن حق نادي الكويت انه يستضيف مباراته في الدور النصف النهائي، فهذا الشيء ممكن يعتبر ظالم جدا لنادي الصلت، ولكن من حيث العدالة بشكل عام لكل الفرق فهو عادل. المفترض انه نادي الصلت يلعب بهذا الاسلوب الدفاعي بالاعتماد على الهجمات المرتدة. الصلت قادر على مباغتة نادي الكويت، خاصة انه نادي الكويت لما يهجم بيترك مساحات بين الدفاع والوسط، وهاي المساحات قادر على استغلالها اللاعب احمد سريوة ومحمد راتب الداود وزيد ابو عابد ومحمد كلوب وانجا اللي بيمتازوا بالسرعة، خاصة زيد ابو عابد وكلوب وانجا لعيبة بتمتاز بالسرعة، فبالتالي راح تلاقي مساحات في دفاع نادي الكويت في الوسط والدفاع، فهاي الهجمات المرتدة لو لعب الصلت بتركيز عالي وبتضييق المساحات على نادي الكويت وتقليل الخيارات، فأي لاعب قدام الكويت معه الكرة فلازم تتغلق أمامه الخيارات للتمرير، فلازم نادي الصلت زي ما حكينا يلعب على المساحات وضيق المساحات على نادي الكويت ويباغت نادي الكويت بالهجمات المرتدة. طبعا احنا عارفين ان نادي الصلت بيمتلك كوكب من افضل النجوم اللي هم معتز ياسين، وانجا، محمد كلوب، محمد راتب الداود، محمد احمد سريوة، واتارا، رواد ابو خيزران، محمد ابو حشيش، يعني تشكيلة ممتازة، تشكيلة قادرة انها تصنع فرق لنادي الصلت، قادرة انها تباغت نادي الكويت. بيقود هاي الكوكبة مدرب عملاق، مدرب ذو خبرة، مدرب يحترم اللي هو المدرب جمال ابو عابد، وكل التوفيق لنادي الصلت. وهذا الكلام بينقلنا لنادي الكويت الكويتي منافس نادي الصلت. طبعا نادي الكويت بطل البطولة 3 مرات، عمل انتدابات جدا مهمة، يعني تقريبا شي 10 انتدابات، ابرزهم مهدي رحيمة وجون اوبي ميكيل وراشيدوف وموكاتو، هدول لاعبين بيمتازوا بالخبرة، لاعبين قويين جدا، خاصة اللاعب جون اوبي ميكيل الغني عن التعريف، واللاعب مهدي برحيمة اللي بيمتاز بالتسديد عن بعد بشكل كتير كبير، فالحارس معتز ياسين لازم يكون بافضل احواله بهاي المباراة، لانه اي غفوة من معتز ياسين يعني جول، لانه هذا مهدي رحيمة اجره ما بتخطئ المرمى ابدا، وراشيدوف كمان نفس الشيء، وجون اوبي ميكيل غني عن التعريف زي ما حكينا. اما اسلوب لعب نادي الكويت حيكون كالتالي، يحاولوا ينهوا المباراة من اول، راح يضغطوا على نادي الصلت، راح يحاولوا يباغتوا نادي الصلت، راح يحاولوا يجيبوا اهداف من اول المباراة. صناعة اللعب قلنا زي ما حكينا بيمتازوا بسرعة الاجنحة وقوة العمق، فنادي الصلت لازم يكون قوي جدا من حيث العمق والاجنحة، يعني رواد ابو خيزران واللاعب محمد ابو حشيش لازم يكونوا بقوة حذرهم قدام راشيدوف والتركماني اللي عندهم، اللاعب اللي على الشمال اسمه التركماني، كمان لاعب سريع، لاعب ذكي، لاعب قادر انه يجد حلول، لاعب بيمتاز بالمهارات البدنية والتعدية، فعلى لعيبة نادي الصلت انه تكون حذرة جدا في هاي المباراة، ويعطيكم العافية وكل التوفيق لنادي الصلت، وان شاء الله الفوز صلتي، وكلنا باسم نادي الصلت بنغني ويا رب الفوز صلتي. سلام.